تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ليها نحسبها على ربنا. كان مع باء، كان اسمي بهاء الترك، استاذ قسم الهندسه الانشائيه، وسعدت وشرفني ان انا اكون معاكم النهارده. انا ما بحبش الرسميات بصفه عامه، وسهل قوي ان انا اعمل برزنتيشن وافضل اقرا منها واقول لك القسم يتكون من وسوف والى وثم، وفي الاخر هتلاقي ناس محتاره تبصلي ولا تبص لي. شوف انا عملت اورينتيشن قبل كده من حوالي 4 سنين يمكن، وحتى الان بيقول الحمد لله الناس بتتفرج عليها، فهي حاجه لطيفه. ولما جمعه بعت لي وقال لي مشكوره قلت حاضر، مش عايز اجي والله بس قلت حاضر. كان ليها برضه عشان على الاقل في ناس كثيره تشوفني اونلاين، يشوفوني مره بشكل طبيعي. فببساطه شديده جدا عشان ما اتوهكمش، طبعا انتوا كلكم لقيت ناس كثيره منكم كانوا عندي في الاستراكشر، يعني عارفين ان انا عندي ثقافه اسبانيه، كنت بروح اسبانيا، وعارفين ان انا بشجع ريال مدريد مش برشلونه، عارفين ان انا بشجع الاهلي مش الزمالك، انا بحب الزملكاويه بس ما بحبش الزمالك، ولا بحب اللي بيشجع برشلونه ولا برشلونه نفسه. بحب برشلونه نفسها كبيره برشلونه، لكن اهلها لا بحبهمش عشان عايزين ينتصروا على اسبانيا. انا ما بحبش الانفصاميين بصفه عامه. الناس اللي بتهتم قبل ما ياخدنا كل الناس اللي حضرتك المحاضرات عارفين ان انا دايما بقول لهم مصر جميله، بلد جميله جدا، الوحش اللي فيها احنا اللي مبوظينها. ربنا ادانا نعم كثيره جدا احنا مش حاسين بيها، ويا ريتنا بس مش حاسين بيها، احنا بنعمل ضد بلدنا. ربنا ادانا ارض بتتزرع بنينا عليها وبنستصلح الصحراء. يعني بنينا على الارض اللي هي الارض الطين السوداء اللي هي بتطلع خير، تسقيها الطاقه ورايحين نزرع في الصحراء. ها عندنا بحار اكلام ما بنصطادش منها، بنستورد سمك، حاجات غريبه جدا. احنا بلدنا بلد جميله جدا، فيها خير كتير جدا، جواها حلو، طبيعتها حلوه، اهلها حلوين مش هقول لك، بس احنا بنكسر في بلدنا. اول حاجه لازم تحب نفسك. لو حبيت نفسك هتحب بلدك، تحب اهلك، توسع الدايره كده. عايز بعد ما تحب المنطقه العربيه، عايز تحب الناس اللي على نفس ديانتك، عايز انت حر، بس في الاخر لازم تبتدي بحب نفسك. انت بتحب نفسك انت بتبني نفسك. لو انت بقيت مهندس كويس هتفيد نفسك الاول وبالتبعيه هتفيد بلدك. انت بتبتدي مهندس صغير في موقع او في مكتب، وبعدين بعد شويه بيبقى تحتك 10، بعد شويه صغيرين على فكره. سرعه ان انت توصل لده بيعتمد على انت اعديت نفسك في الوقت المناسب. مشكلتكم دايما تطلع. اول اسبوعين في السنه انا بسلم على اصحابي، ثاني اسبوعين انا قرفان ومتضايق وزهقان، هوب ال 100 ترم جه. يا صدقي تحت ال 100 ترم اجيب نمره وحشه، نفسي تتسلم. بعدين انا ذاكرت اسبوع فتعبت جدا، انام كمان اسبوعين، اصحى الاقي الفاينل، يا نهار اسود. انما لو انت شفت كده وانت في حضانه ولا في سنه اولى ابتدائي كنت ماشي ازاي؟ كنت ماشي ان كل يوم بتاخد اكتب الايه 5 مرات، بتروح البيت تكتبها 5 مرات. عمرك ما هتكتبها 5 مرات ليه؟ كفايه 4. هو الشيت ده انتوا مديهولي 12 مساله ليه؟ عشان انا عايزك تحل 12 مساله، لانك لو حليت مسالتين مش كفايه، لازم تحل ال 12 مساله عشان تاخد الخبره السيستماتيكيه، تاخد كده الاليه في الحل، وتبقى بتحل تكون متفرغ. انا عايزك تبقى كده زي ما تسوق العربيه، عايزك وانت بتحسب مومنت ولا نورمال ولا جيم تحسبه بسرعه جدا، لان بعد كده في الخرسانه والستيل هو عايزك تحسب نورمال مومنت جيم من غير ما تفكر. هو اساسا ما بيفكرش ان ده بياخد وقت. مثلا فور اكزامبل هو لو الطالب من اول يوم في السنه، طبعا اكيد هيبتدي بالرياضه قليله، بس مع الوقت لو الطالب ملتزم على الاقل كل اسبوع يخلص الديوز اللي عليه، يخلص لو في اساينس، يخلص لو في مذاكره، يخلص لو في تسليمات معينه، لو مشيت اسبوع باسبوع حتى لما يقع منك اسبوعين من 15، انما ما يقعش 14 من 15. وبعدين لما تيجي حضرتك تذاكر في الاخر تلاقي ما فيش وقت، لان
انك عايز تلاقي حاجات كتيره جدا في وقت قليل جدا، لا عندك اللياقه البدنيه ولا عندك اللياقه الذهنيه. هتقول لي اللياقه دي طبعا طبعا طبعا، لكن هو في الاخر انت لما تقعد تذاكر 6 ساعات هو ظهرك مش هيرجعك لو انت مش ناقص بدنيا. عشان كده احنا العقل السليم في الجسم زي ما احنا بنهزر، هو كده فعلا. عشان يبقى عقلك يشتغل كويس لازم يكون جسمك كويس. فدايما بنقول للطالب اشتغل على شقين، بيرسوناليتي واشتغل على التكنيكال. التكنيكال في انك تلتزم بالكليه، ما تقولش هعمل ايه بعد كده بالكلام ده، ما تقولش ده في واحد صاحبي قريبي اتخرج وبيقول لي انا ما استخدمش حاجه من الكليه. لا خالص، الكليه بتعد دماغك. انا لما باخد رسم هندسي كنا بنرسم في لوحه، انا برسم اليفيشن وبلان وسيكشنال سايد فيو، كنت بسيب نص سنتي من هنا ونص سنتي من هنا ونص من هنا ونص من هنا، سنتي من دي وسنتي من دي. طب لو اي مقطع من المقاطع او اي مسقط من المساق اتخرج بره الورقه، رفعت ايدك هيقول لك ايه؟ ماليش دعوه. اول حاجه انا بتعلمها في الكليه ان انا لازم الاول اعمل بلاننج لكل حاجه، ولازم الاول قبل ما ابتدي ارسم اكون مظبط انا احط ده فين واحط ده فين واحط ده فين. احنا عايشين الله الله كده يحلينا. اصحى الصبح اشوف اعمل ايه؟ ماليش مزاج مش عارف. لا لسه مش كده خالص. ده حتى يعني لما جابوا مره نجيب محفوظ بيقولوا له انت طبعا بتكتب لما الابداع يجي لك، قال لهم ابداع ايه؟ انا اكل عيشي الكتاب. انا بصحى كل يوم من 9 الصبح ل 2 الظهر بخش مكتبي اكتب. هكتب صفحه، هكتب 10، هكتب قصه حلوه، هكتب قصه وحشه، بس لازم اخش اكتب. وعلى الخير لو رايح شويه الظهر وارجع من 5 ل 8 اكتب. اقعد على مكتبي اكتب. هو ده اللي الطالب لازم يعمله. لازم يقعد على مكتبه، هينتج قد ايه مش مهم. المهم ان هو قاعد على مكتبه، دي لياقه في حد ذاته. هيزهق من القعده فهيشوف اي حاجه يعملها. يحل له شيك ولا يقرا له اي حاجه وخلافه. انما الحياه الهبطه دي صعبه، احنا دلوقتي عايشين في الهبطه كلنا. الصبح لليل للظهر انام وقت ما احب، واصحى وقت ما احب، واذاكر وقت ما احب، وما بحبش. مين بيحب يذاكر؟ انا بحب اذاكر. مضطر لان مبني مستقبلي، مبني شخصيتي. فهي قصه مش انت ممكن تشتغل مثلا سيلز، بس انت عقليتك. لو انا عندي طلبه كتير جدا في مناصب هامه جدا سيلز، واشتريت من طالب حاجتين لغايه دلوقتي، تخش عليا تقول اوه وحشني يا حبيبي، ازيك، ايه اخبارك، ايه شغلتك، ايه؟ قال لي لا انا زهقت، انا بس في وجع قلب، ايه انا بكسب زي الفل. بس تفتكر عقليتك كمهندس هو خد بالك مدير على ناس دارسين بيزنس ودارسين ماركتنج ودارسين، لان مهندس دماغه دي بتشتغل متربيه بطريقه تفكير صح، طريقه تفكير كل حاجه بيخطط لها، كل حاجه بيستخدم فيها دماغه. فانا عقليتي كمهندس انا هشتري جزمه، مش هشتري جزمه، انا هعمل ايه بالجزمه دي؟ انا هلعب رياضه، الرياضه دي ايه؟ طب ثمن الجزمه كام بالنسبه لعمرها؟ طب الجزمه دي، طب الجزمه دي هل انا هدفع فلوس كتير دلوقتي علشان دي هتفرق معايا في ركبي وظهري مثلا ولا لا؟ لا دماغي في اي حاجه بعملها دماغي دماغ مهندس يعمل بلاننج لكل حاجه وبيقيس كل حاجه. عشان كده في مقوله عنصريه جدا يقول لك الدنيا دي فيها مهندس ومش مهندس. لما كنا نطلع رحلات مع الجامعه هتلاقي كلية هندسة، أنا طلعت رحلتين مع الجامعة وأنا طالب يعني، فكان بيطلع كل من الجامعة هتلاقي المهندسين إيه؟ يصحى الصبح بدري جدا وينام متأخر جدا وطول النهار بحر وراجل ويخرج ويطلع وينزل. الناس بقى تلاقي بقى إيه كلية تجارة؟ باشا باشا جايب الرحلة أساسا، مفيش حاجة، آداب جميل. هو حاله في الكلية أصحابه ونشرب كافيه هنا وناكل ساندوتش عند مش عارف جمعه تخيلوا بيطلع رحله فرقت ايه؟ احنا بقى احنا جايين بقى من اجازه نص السنه مطحونين، فانا جعان عايز اعوم وعايز انط في البحر، عايز العب كوره، عايز اعمل كل حاجه، اليوم مش مكفيه. تقعد طب الاول، تقعد طب ده مذاكر اخر شهر في السنه، قاعد طول النهار. ايه ده نفسه دي؟ هو على فكره بيذاكر بس مذاكر شهر في السنه. يحفظ اللي خده في السنه كلها ويخش يرجع في الامتحان ويخلص يلعب. اكتر ناس تلاقيهم بيعملوا مانجمنت للتايم بتاعهم هم المهندسين. طالب هندسه اللي هو مطحون وما
متعود اليوم كله مشغول. احنا بقى بنفقد هذه القدره مع الوقت. كل جيل جاي لنا جاي مفشل طبعا. جاي عايز يقعد على البحر ويعمل كده. مش عايز ينزل البحر. طب حضرتك هتتعلم هم ازاي؟ سمح دول انت شايف ناس بتعوم الله ده حاجه سهل العوم. واللي هينزل يعوم هيعوم كيلو كيلو ولا 10 كيلو. في واحد هينزل في مكان يغرق مش كده؟ كل حاجه في الدنيا محتاجه تدريب. اشمعنى بقى الكليه اللي الطلبه بقت تتعامل معاها على ان خير ان شاء الله؟ حاجه غريبه جدا. انت لو عايز تلعب اي رياضه لازم تتمرن. اشمعنى بقى الكليه الطالب مقتنع وهيقعد يسمع الدكتور وهيقعد يحل بعد كده ويقرا امتحانات ويقرا مسائل او ياخد درس عند المعيد؟ انا ماليش دعوه بقى المعيد بقى ده بره الكليه من جوه عاوزه. ليه علاقه بالمعيد جوه الكليه اللي هو يبقى ملتزم يشرح في سنه الطالب. هو ده ليه كده؟ بره الكليه بتاعت بره ولا ليه علاقه بالمعيد؟ انا مش ضد اي حاجه. حضرتك عايز تدفع فلوس زياده ادفع. ادفع على ادفعها. انا لا ادفع حاجه مش دعوه. لكن بيني وبينك ايه؟ الحاجه. طيب معظمه للاسف دخل مدني مضطر. خلاص قدر الله مش هيدفع حاجه. هو ده اللي ربنا عايزه. مش انا افضل في مدني وكاين مدني وعمال افكر في مين قالك ان انت هتدفع في الكهرباء؟ مين قالك انك مين قالك انك لو خرجت من الكهرباء هتشتغل بفلوس كويسه؟ مين قالك؟ مين قالك انت تشتغل مهندس اصلا؟ يبقى اول حاجه خلاص انا مسافه مجهود معين. لو انا راجل موضوعي، لو انا راجل موضوعي فانا هقول لنفسي لا المجهود ده جاب لي ده. انا عايز اجيب اكتر من كده، يا هبذل مجهود اكتر يا هبذل مجهود اكتر ها؟ يا اما اعرف لا هي دي امكانيات، انا ما بقدرش ابذل اكتر من كده. معايا ابن دكتور فبقول له حاجة بقول له الكواد هسحبها. انا بحبك يا ابني. قال لي انا ابويا عايز اجيب امتياز، انا مش عايز اجيب امتياز. ابويا عايز اجيب اي معيد، انا مش عايز اجيب اي معيد. انا بجيب جيد جدا وسعيد جدا بجيد جدا بتاعتي ومش هبذل مجهود اكتر من كده. لاني يعني عايز العب رياضه وعايز اخرج مع اصحابي. انا مش عايز ابقى زي ابويا. هو عارف هو عايز ايه، مش مهم هو عايز ايه. هو الراجل شايف انا هنزل المجهود ده اللي بيجيب لي جيد جدا، انا مش عايز اجيب امتياز. خلاص؟ اعرف انا بذلت مجهود ومتوقع ان اجيب امتياز جاب مجهود، يبقى لازم اعرف ان انا امكانياتي يا اما انا امكانياتي لا تسمح، يبقى مش معنى كده مش هنزل مجهود. لا هنزل مجهود بس انا عارف ان المجهود ده بتاعي هيجيب لي كذا. يوم اقول الحمد لله بارك الله فيما رزق. المهم ان انا اتعلم وابقى مهندس كويس. انما انا بفضل اشتكي طول النهار واجي ما بذاكرش الماده العلميه اللي باخدها. انا في مدني وباصص على يعني انا قدامي طبق اكل وببص على الساندوتش اللي في ايدي اللي جنبي مش محمول كل اللي قدامي. خلاص ده اللي ربنا كتبه لك. تقوم ترضى بيه وتجتهد فيه قدر استطاعتك. مش معناه كده انك عملت زي ما قلت 10 مهندس مدني. اقابل خريجه لطيفه كده تقول لي مش انت اهلي وكنت بتدرس استراكشر؟ اه انت اخبارك ايه بتشتغل فين؟ انا عندي شركه واخده توكيل شركه الماني تسييل غاز. نعم ايه علاقه التركينه؟ لا ما اصل انا اشتغلت فين وبعدين فين وبعدين فين وبعدين دلوقتي عندي شركه برايفت ها بجيب قطع مش عارف ايه اللي بيستخدموها في تسييل الغاز. ايه علاقه التركينه؟ درست في الكليه؟ لا بتعمل فلوس كتير قوي ما شاء الله ربنا يعطيكم زي ما اخبار يعني كتير ما شفتهاش ما اعرفش لسه ثانيه ولا لا بس كان ثاني في قوي زي الفل. اتاكد ان اللي درسته في الكليه حتى لو ما شاء الله اعداها مهدمها ست قادره على انها تفتح شركه. بس كله بالاجتهاد، كله بالاجتهاد. يعني حضرتك لو عايز تتخرج تشتغل مهندس كبير مش هينفع. حضرتك لو عايز تتخرج تاخد 10,000 جنيه في اول تعيين هينفع لو اشتغلت في شركه اجنبيه مثلا. اول تعيين بتاعها مثلا سي بالدولار مثلا. او مكتب زي مش عايز اعمل اعلانات مثلا زي دار الهندسه مثلا. الدولار بيكبر فحتى لو غلطت رقم صغير لما يتحول لمصري هتلاقيه رقم كبير. في المقابل هو بيشغلك واحد ما يحبش. مش عايز مثلا نروح عشان ماما تعبانه هيقول لك روح ما فيش بكره. اللي هو بتاع نظام عندي حالي وفاه واصل مش عارف ابني مرشح وجوزي دخل في الشباك وهو مدفون الحاجات دي كلها بتتكلم الحاجات دي كلها الناس ما تفهمهاش الناس ما تفهمهاش. احنا بقى المصريين بنروح اي حته بمشاكلنا. تجيب شغاله تنضف لك البيت تلاقي طول النهار بيحكي لك مشاكلها
للاسف فينا الحته دايما وشايلين همنا لكل اللي حوالينا. طول النهار بنشتكي. حتى لو الحاجه كويسه ما تقولش الحمد لله. يبقى انا هتخرج هشتغل مهندس باي مرتب لان انا ده انا المفروض ادفع فلوس عشان اشتغل. الناس اللي بتعلمني، الناس اللي بتاخدني راجل ثيوريتيكال وهيقلبوني للحياه العمليه. اشتغل في اي شغلانه في اي حته من شغلانه 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 بعد 7 8 سنين هتلاقي نفسك بقى ليك كيان وليك اختيارات وكمان ليك سير لما تروح حته تقول لهم انا عايز مرتب كافي. يقول لك لا حضرتك مش هقدر اساعدك انا اسف مش كافي. بقى ليك ساعه وكمان تقعد وتتشرف. انما حضرتك قاعد في البيت وعمال تقول انا عايز 3 انا عايز 4 ايه يا فندم حضرتك؟ بتتشرف على اساس ايه حضرتك؟ ايه الكواليفيكيشن بتاعك؟ وبالتالي بص تلاقي الطالب تيجي تتكلم يقول لك اصل انا هسافر بره، هسافر بره تعمل ايه؟ وانت عارف تشتغل هو لما تسافر بره؟ يعني هو حضرتك ما بتذاكرش وطلعت مهندس على قد حالك، انت هتشتغل مع عمك ولا خالك يعني؟ يعني هتطلع بره ايه هتقول لهم اصل انا ظروفي وحشه ولا اصل السياسه في مصر ما فيش حريه فانا طلعت مهندس وحش وهو جاي؟ ولما هتطلع بره هتتنافس مع مين؟ مع كل جنسيات العالم الحلم الامريكي ولا اوروبا الناس اللي بتموت نفسها وتدفع 100,000 جنيه وتفرق في البحر. فكلمه جدا يعني جايبين راجل يقول انا مدي عيلين ولا 3 ولما تجيلي فلوس هنزل الرابع. ايه العقليه؟ عقليه جباره بيدفع 70,000 جنيه عشان يموتوا؟ دي حاجه غريبه جدا. طب قول لي ازاي انا لو شقينا كده وكده فتحنا ايه اللي هنجيبه؟ هو مش عارف لسه كده نفتح ونشوف ايه اللي بيفكر ازاي مش هنعرف. يبقى حضرتك لو عايز تشتغل بره مصر ده انت لازم تكون شاطر جدا جوه مصر. عشان لما تطلع بره تتنافس مع الاخرين تبقى عندك قيمه. انما هو الشطاره ده لا انا هشتغل بره مصر هشتغل ايه بره مصر؟ سواء تاكسي. طب ما تسافر يا باشا. اللي جالي طالب بره يقول لي اقول له حضرتك ما بتحضرش قال لي انا شغل بروح امريكا. ايوه هتروح امريكا تعمل بيها ايه؟ اشتغل زبال في امريكا وما اشتغلش مهندس في مصر. تقول له انت لو ناوي تشتغل زبال طب ما تسافر دلوقتي يعني انت هتخلص هندسه ليه؟ عشان تشتغل زبال في امريكا زبال في امريكا مش محتاج هندسه. قال له ابويا مش راضي. باباك مش راضي؟ مالي انا هسافر يعني. تمام قابلته بعد سنه قلت له اخبارك ايه؟ عايز تشتغل زبال في امريكا؟ قال لي اه اشتغل زبال في امريكا. ماشي انا اشتغل زبال يعني هو زبال في امريكا حاجه حلوه يعني. برضه العقليه دي مش مفهومه. هو الناس فاكره الناس بتروح امريكا هتجيب عربية وفيلا وبنت شقرة قاعدة في الفيلا مستنياك. الدنيا كده وكلب مرة طبعا هتتخيل بس وكلب يعني هو فاكر ان اللي بيشوفه في بيتفرج على المسلسلات المصري. احنا المصريين عايشين كده. بار وحمام سباحة وسلم طويل عريض والست نازلة السلم نص المسلسل ضايع في الست نازلة السلم عشان يعملوا بقى في حق. صح؟ احنا في حياتنا يعني كم واحد بينزل سلم من ده لما واحد ربنا بيكرمه يجيب تاون هاوس قد كده سلم قد كده هو اساسا ما يعرفش ينزل هو برافو على السلم هو مزنوق في السلم هو نازل عشان حلم السلم هو دي يعني انا مش هقدم منه مخ مش هقدم منه بدل ما تدخل على الدورين خد على دور واحد خد على دور واحد بدل ما تاخد جنينه 50 متر وانت قاعد انت ومراتك على كرسي قد كده تيفال يا عم يعني يا عم لا لما ربنا يكرمك القصه مش فيلا، لا القصه انت عايز ايه وكده. ونخرج من ده بقى على الثلاث اقسام، الحيره الدائره، اخش ده ولا ده ولا ده؟ هو ببساطه شديده، دون الدخول في تفاصيل هنرهقكم. احنا هندسه الشمس ومن قديم الازل، ما اعرفش من امتى، مقسمه مدني ثلاث برانشز رئيسيه، فالثلاث اقسام منفصله. اللي هو ستراكشر هندسه انشائيه، ستراكشر انجينيرنج ديبارتمنت، بابليك ووركس اللي هو اشغال عامه والهيدروليكس اند اريجيشن اللي هو الري والهيدروليك. هذه الثلاث احسن مسير منذ بدايه الفتره. ساعه ما انا وعيت على الدنيا. قبل كده ما اعرفش. احنا واسيوط بس اللي مقسمين ثلاثه. وبالتالي كل الكليات الهندسه على حد علمي بتقسم بالمشروع. يعني المشروع في الاخر هتاخده ايه؟ فانت بتخرج تقول انا قسم مدني النقابه حتى قبلها يا زلمه مع ان في كتير جدا قالوا انها هتتقسم مدني لم تتقسم انت مدني مدني ميكانيكا ميكانيكا خلاص انت مش مهم انت بقى خارج من قسم مدني
خارج من بزنس ستراكشر اند كونستراكشن، خارج من كونستراكشن اند مانجمنت، خارج من ستراكشر انجينيرنج، خارج من بابليك ووركس، خارج من اريجيشن، في الاخر انت في النقابه وانسبكت. مبدئيا حضرتك في السوق هتشتغل مع اسمك. ما حدش قوي له علاقه بان انت متخرج من انهي تخصص في انهي جامعه. انا شايف اختار كده ان كان في حاجه بالاسباني فاحتاجوني في اداره الهندسه فقالوا مني عشان اترجم دوكيومنتس يعني هم مش فاهمين الدوكيومنتس. انا طبعا هجيب مترجم عادي مش هيفهم هندسه فهو عايز واحد يفهم هندسه وبيفهم اسباني. قاعد معايا في المكتب ساعتها قعدت ادردش معاه الا سنه مشروع ستيل تمام وبعدين بعد كده رحت وزاره الراي تمام بعد كده شفت حضرتك الدكتوراه في ايه؟ يا ابني لو جيت اختار شغال في البرلمان بس عارفين بدي مشروع ستيل هندسه انشائيه اشتغلت في وزاره الراي خبرته كلها في وزاره الراي حتى الدكتوراه بتاعته في حاجه متعلقه بالراي وبعدين راح اشتغل في الدار انفايرمنتال انجينير. هي الدنيا كده، انت بقى سمعت ان هتدرس بعض المقررات في القسم اكتر من بعض المقررات في القسم تاني، بس. انما في الاخر هتاخد خرسانه هتوعي لك انك تبني فيلا مع بعض. وهتاخد ستيل يعني لك انك تبني مصنع. وهتاخد فاونديشن. لما الناس بتتخرج الاقسام الثانيه في الكليه عندنا بيبقى عندهم مور ادفانتجز لان لو انا عندي مشروع مثلا صحيه هروح لدكتور صحيه وانا ببني فيلا يعني اروح بتاع الهندسه الانشائيه اروح بتاع صحيه مره بتاع صحيه بتاع فيلا يعني لو صاحبي بتاع صحيه وعندي مبدا اروح صحيه اروح للكريم ليه؟ هتلاقي الناس اللي بتشتغل طرق وكباري بتشتغل بدني برضه في ناس بتبقى شغل مساحه بس هنا واحدة مساحة في الكلية ما شاء الله. اشتغلت شغل برايفت أهم شغل في البلد واخداه من زمان وانشغال ناس وهجوم ناس ما زال من أهم المكاتب الاستشارية في البلد لدرجة إن الدكاترة كتير جدا ساووا مكاتبهم وقعدوا خلاص يعني الكلية بتجيب فلوس. شغل محترم جدا وشغل على مستوى عالي جدا مش بشتغل بقى عمارة وفيلا لا بشتغل كباري بشتغل طرق مساحة عندنا مثلا مساحه ما شاء الله زي الفل. نفس الكلام طبعا يا حاج طرق وكمان دلوقتي البلد كلها عماله تخطط طرق فالناس بتاعت طرق عليها. رئيس وحده الطرق بيطلع في التلفزيون اكتر دلوقتي مش واحد خلاص يعني خلاص بقى الانفجار على طول في التلفزيون الراجل خد مسؤوليات الفلوس. يطلع كتير ما اعرفش دي ساعه بس هل في ساعه بس كده؟ لازم فالقصه مش ان انا ايه؟ لا انا عارف دايما كده هو القصه في الاول اللي انا بحبه، انا بحب ايه؟ انا حابب ايه؟ هبتدي بالمقررات. طب هندسه انشائيه ايه المقررات بتاعتها؟ سته. كنا خمسه ومتضمننا واحد سته. انا مش كاتب ورا ركزوا معايا. اهم واحد فيهم مين؟ انا طبعا استراكشر مش كده. اهم واحد سميه بقى ايه؟ سميه تحليل المنشآت. ماشي كانت اكتر تسميه بحبها ستراكشر اناليسيس سميه ستراكشر ميكانكس موافق سميه ستريت اوف ماتيريالز ما عنديش مانع سميه اي حاجه سميه اللي نسميه هتلاقي الطالب يسيب كل التسميه يقول لك ايه؟ ستراكشر عندك ايه عندي ستراكشر؟ هتمتحن ايه ستراكشر؟ طب ما في مواد ثانيه كتيره بتبتدي بكلمه ستراكشر ستراكشر ديزاين او ستراكشر ديزاين اوف مش عارف ايه وات ايفر هتلاقي كلمه ستراكشر لكن هي ستراكشر يعني ستراكشر اللي هو ايه؟ لا برانش مقرر كده كامل مقرر فايدته انه بيعدك لكل مواد الديزاين هو جدول الضرب بتاع الديزاين بناخد شويه من الاستاتكس على قليل من الفيزياء ها والكيمياء ونخلطهم ببعض ونطلع لك منتج لطيف كده يبقى اول خطوه في الديزاين واهم خطوه لانك لو حسبت غلط هتصمم غلط عشان كده بنقول الاستراكشر مهم جدا مش عشانه لا علشان مواد الديزاين اي حاجه هتصممها اولها ستراكشر اولها حساب الجهات القوه الداخليه وكده تبدا الكورسز والستريس عندنا ماتيريالز نسميها بقى بروبرتيز اوف ماتيريالز كومبليت تكنولوجي مش بنسميها زي ما تسميها في الاخر احنا بنتكلم على دراسه خواص اي ماده هو ده المعمل عملناها اختبار عينات قياسيه باكثر حشات
ده في برانشز في كليات موجود عندنا في البرامج الفنيه الانترسيستي بروجرام قسم ماتيريال. ده حياتي كلها ماتيريال بس مش بقى مواد هنا، لا كل الماتيريالز بقى في الدنيا. الجامعه الامريكيه موجود من زمان قوي، الماتيريال دي حاجه مهمه جدا. اي تطور في اي صناعه يبدا بايه؟ بالماتيريال. انت عايز تطور عربيه، عايز تخفف وزنها، عايز تخليها افضل، مش كده؟ يبقى الماتيريال دي الصاج اللي هو كان وزن العربيه الصاج بس كده، انت مش عارف تشيل الرقم دلوقتي، لو رحت تشيل الرقم هتشيله ايدك كده وتمشي. اه الماتيريال اختلفت، الموتور ده اللي شغال على درجه حراره مش عارف 4000 ولا مش عارف 3000 بيعمل، طب انا عايز اعمله مكان زمان مش عارف يتعمل حديد دلوقتي يتعمل مش عارف فايبر غير وكربون غير، ماتيريال خفيفه وفيري ديورابل وما بتفقدش خواصها مع الحراره. مين بقى اللي بيطور الكلام ده؟ بتوع خواص المرمى. خواص المرمى عندنا بيعملوا مين من مواد البناء اساسا. اسم الكورس اتش 1 هذه اللي بتحسب بتحسب الماده دي بتشتغل ازاي في كل الاحمال تحت كل الظروف. في حاجات عندنا شغاله على حراره عاليه، يعني مثلا في اكزامبل بالذات الامارات مثلا عندهم مشكله رهيبه اللي هو الميه بتاعت الخرسانه بتتبخر على طول، على طول الخرسانه تفاعل في ميه وفي اسمنت وفي مواد ساكنه بقى اللي هو الرمل بالظبط. هو بصوا احنا بنعالج ليه؟ علشان التفاعل يستمر فتره، فبنرش ميه ثاني يوم الصبح ودايما يرشوا في الفجر علشان الميه ما تتبخرش. ما ينفعش ارش الجنينه الساعه 1 الظهر هرش الميه على البخر الساعه 3 يعمل ده؟ هتلاقي الجلاني الساعه 5 الصبح دلوقتي. احنا برضه عندنا المعدل بتبقى 5 الصبح عدد الترتيب اللي او يحط خيش لو الجو حر قوي ويجيبوا ميه عشان يحتفظ بالميه. انما تعالى بقى الامارات، الامارات اساسا خلاص الدنيا شمس ولا انا رحت في الشتاء بس كويس الذي حر جدا وبالتالي هو مشكلته لا انا عايز احط اضافات للخرسانة فتلاقي عاملين مؤتمرات عشان بالذات الادبتس هنضيف الى الخرسانة عشان ما تدخلش ميه علشان التفاعل يتم وعشان خواص الخرسانة ما تدخلش هاي صورة كل واحد بيتطور كمان حسب المناخ اللي هو فيه. الدول اللي فيها تلج بيعملوا سقف كده عشان لما ينزل التلج معظمه يطلع ما يبقاش فوق سطح المتر المكعب وزنه 1 طن. مش كده كثافه الميه 1 طن المتر المكعب. المهم احنا هنعمل الفيلا كده في الصحراء في سوريا. ليه؟ لان بنشوفها في الافلام كده. ماشي اوكي عايز تعملها ديكوريشن بس ما تبقاش كل الفيلا مسافه عن كده. نعملها عواميد كده مره ايه في حاجه شكل جمالي ما تبقاش حياتنا كلها سقف عامل كده. ليه يا فندم؟ ده انا مش محتاجه. مثلا فور اكزامبل هي مش هامله بس فقط كل حاجه لازم يبقى ليها اساس وليها هدف. دايما المهندس يوازن بين حاجتين مهمين جدا اللي هو ايه؟ الكوست والريكفري. طبعا الجو ده في المثلث بتاع الرعب ده لكن انت كمهندس انت عايز تعمل حاجه سيف بارخص سعر ممكن. موست ايكونوميك اند سيف. انت ممكن تجيب اي واحد تاني يعمل لك حاجه سيف بس هتطلع اقل. العمود 30 في 30 يعملوا 60 في 60 هتقف على بره مش هتقف بس انت كلفته تحت الفلوس بتاعت العمود. ممكن واحد تاني يوفر لك فلوس يعمل لك العمود 20 في 20 هتقف على بره هتقف بس هتبقى فيها مشاكل بعد فتره او في النقط. فهي القصه مش قصه لا هو اللي هو الاوبتمايزيشن انت بتعمل اللي هو ده الموست ايكونوميك اند سيف شغلتك انت ده اللي بيفرق مهندس عن مهندس احنا كده خدنا مقررين اللي هو الاستراكشر تحليل المنشآت وخواص المواد بروبرتيز اوف ماتيريالز دي الاسماء الاشهر فيهم. وبعدين عندي مواد الديزاين ثلاثه خرسانه والناس ما تقولش حديد يقولوا ستيل وفاونديشن اساسيات. والفاونديشن بيسبقها سويل ميكانكس. سويل ميكانكس اند فاونديشن. طب يعني انا اعمل منشأ على التربه فلازم اجيب خواص التربه. يبقى سويل ميكانكس ده شغلته ايه؟ نفس البروبرتيز اوف ماتيريالز بس مخصص فقط للتربه، التربه دي رمليه ولا طينيه ولا صخريه، مقاومتها في الضغط كام؟ مش عارف هيعرفوا شويه سواد ثانيه الجيت بتاع التربه، الاف طبعا اللي هو اللي هي مقاومتها في الضغط قد ايه؟ والجيت بتاع السويل اللي هي مقاومتها للناس اللي عامل كده التربه سبرينج مش هتاخدها دلوقتي دي حاجه غلط. كده خلصنا ثلاث مواد ديزاين اللي هم
complete structure design, still structure design مش مهم اسم الكورس ايه، هو انتوا هتقولوا خلصناها بالعربي still بالانجليزي اساسات. هو بيتقال كده خلاص، هو الناس عارفه ده الدارج بتاعها. وبعدين عندي سؤال ميكانكس اند فاونديشن، ادي ثلاث مواد ديزاين. نوع الماده اللي هستخدمها مش مهم، مش مهم انا هستخدم ماده اللي كان فيها مش عايزين على اتجاهات الكسر متاخد فيه معامل. نوع الماده مش مهم، يعني بقول شويه الحديد اجمد ولا الخرسانه؟ لا، نعمل منشا خرسانه واقف على حلو زيت وفي فاكتور زيت. هعمل منشا حديد زيت، هعمل منشا خشب ومفيش عمارات خشب فيه. دورين ثلاثة مثلا بس دي موجودة في أوروبا كتير جدا، قديم وجديد، حضرتك شدوا الفلاحين زمان. بين طين وخشب. عشان طين والأسف خشب. يا سيدي لو أنت بقى بتصممها خلاص أنت بتحسب الاستريس اللي إحنا مش بنتكلم المادة دي أقوى من دي، لا لا، بنتكلم أي منشأ هتعمله في أي مادة، لو دخلت لقيت في الكافيتيريا السقف الإزاز اللي أنت ماشي عليه هتخاف؟ هتمشي عليه، بالظبط. طب سقف الإزاز ده إيه؟ كسر؟ لا مكسور، مكسور ما كسرش. الستريسز اللي انت هتوددها عليه اقل من اتجاه الكسر بتختفي معاك. هو ده الرسم. بعد كده انا بحط اللوائح بتاع زي ما ربنا خلق جسمنا كده على قاعده اللي هي القدم بتاعنا عشان نوزع الاتجاهات. لو ماشيين على طراطيف صوابعنا هتقول نعم، لان انا خدت نفس الوزن على مساحه اقل. فورس على الانتجريشن. فكده ناخد الوزن القدم نازل على مساحه اكبر توزع الارض. فاونديشن ده هيقول لك ايزوليتد فاونديشن ده عندي كومباوند فاونديشن جدا ان انت كان عامل مقاطع لا نعمل رفع لا نعمل رفع حتى الارض كلها اعمى نازل عليها الحاجات كلها اللي لسه جايه في عربي ليبشا. طب قاعده الجار ايه؟ طب انا ما اقدرش اخش في قاعده الجار. طب القاعده بتاعت الجار هيبقى شكلها ايه؟ هتاخد ديزاين قاعده الجار. هو كده هتتربط ازاي مع قاعده ثانيه؟ كل الحاجات اللي هتعمل في الحاله العمليه هتاخدها على حاجه في ثلاث اقسام. هتاخدها في ثلاث اقسام. وبالتالي اللي خارج من اي قسم معاك كلام. ضيف عليها المانجمنت. انا وانا طالب كانت ماده المانجمنت لسه جديده، كان عليها 50 درجه يعلمونا فيها نعمل سكادول. بس هتلاقي دايما المانجمنت تيجي لك في الاخر مش في الاول، في الاول هيدي لك حاجه هيومانيتي كده فكره عامه عن المانجمنت. انما خد بالك مهندس المانجمنت ده اولا هو لازم يكون ملم بكل مراحل البناء. يعني ده هياخد قد ايه وده هياخد قد ايه؟ الشد هتاخد قد ايه؟ الحفر هياخد قد ايه؟ طب المواد اللي هتخش لو انت في عمار انت اللي بتعمل مانجمنت لكل حاجه اللي في عمارك. انت اللي بتجيب الناس اللي هتحفر وانت اللي بتمسك اللوح والمحدد وانت اللي بتكلم عربيه الجدل اللي هتجيب لك الرمل والزلط وانت اللي بتكلم مش عارف ايه المستودع اللي هيجيب لك الاسمنت والحديد وانت اللي بتحسب كميه الحديد اللي هتستخدمها فتطبق التوريه بتاعتك كام طن حديد وكام طن اسمنت عشان السقف ده يخلص بالحديد ده مش عارف ان انا الاسمنت 6 اشهر هو الاسمنت هيخلص السقف ولا لا؟ يعني كل المانجمنت ده انت بتعمله بس على سكيل صغير ما بتعملش سكادول كله عاده بيبقى في دماغك او كتير قوي على التليفون او نوته كده تكتب فيها ان انا هخرج يوم السبت الجاي بكلم الوسطى علي يجيب لي زلط اسمنت الجمعه بالليل مثلا طب هينزل زلط اسمنت بالليل ده مانجمنت انت طريق ماشي انت ممكن تنزله في حته تعمل لك مخافه من البلديه مش بتكلم انك هتمشي شمال بتكلم الناس اللي ماشيه طبيعي طب الاسمنت وزلط طب انا هصب فين وهروح ازاي طب انا هصب بخلاطه ولا هصب خلاطه ميكسر صغير كده ولا هجيب عربيات خط ولا هصب بطن صب ايه؟ كل دي قرارات لازم تتاخد كلها تعتمد على انت هتصب فين وهتصب السحجان والتكلفه مش بس التكلفه هنا بتتحسب لا وكمان بتتحسب طب انا مش هقدر اجيب ميكسر في المكان ده انا مش هقدر انزل هفضل غلط في الحته دي يبقى انا هجيب خرسانه جاهزه يعني هجيب خرسانه جاهزه بس مش لا انا اسهل ان انا اجيب بار واخلص واصب السقف في ثلاث اربع ساعات والبامب يتكل على الله مثلا كل ده مانجمنت انما لما نيجي نتكلم مثلا على كومباوند كبير المانجمنت بتاعه لا انت بتتكلم في شهور وسنين انت بتخطط كام سنه قدام بتخطط مين يخش على مين والعماره دي الراجل الحداد ده بتاع المسلح هيطلع من العماره دي يخش العماره دي يخش العماره دي انت كمان لازم تنسق ده وبالتالي بتسكاتر بتلاقي بقى في برامج كمبيوتر اشهرها بريما فيرا لحد علمي انا مش بتاع مانجمنت ولكن هل معنى كده ان مفيش مثلا واحد خارج من الراي ما بيشتغلش مانجمنت؟ مفيش مهندس ميكانيكا مثلا ماسك مانجمنت بتاع مشروع طب هو ده مزروع ده هو بتاع مش عارف يعني ايه اعمال الهندسه البدنيه كمان المانجمنت بيقعد مع كل التخصصات اللي ممكن تبقى موجوده
مدير موقع تحتيه كل التخصصات، او مدير مشروع تحتيه كل التخصصات. فالمانجمنت كمان مرحله اخرى جميله وكل حاجه لو فيها شغلها زي الفل، بس هو الفكره مش دكتوراه. حتى لو شفت فيلم الاجل نعيما ويا ريت تشوفوه لانه بيتكلم، هو فيلم لطيف جدا بيتكلم عن فتره ما بعد ثوره 52 والانتقال الناس الملكيه للدوله اللي المفروض تكون كلنا سواسيه فيها، الاجل نعيما بس كتبها نجيب محفوظ. كان بطل احمد بصر وصباح، وفي ثلاث بطولات في الفيلم ده مش هتعرف قد ايه احنا هنتطور بينا الزمن. يعني لما تشوف بطولات زمان وتشوف بطولات دلوقتي هتعرف السنه هتتطور بينا. نعمل شوية كمان؟ أنا عايز أختار، أنا عايز أختار. أختار على أي أساس؟ أول أساس هو اللي أنت بتحبه. تاني بقى. أوعى تفكر في الشقة ليه بعد كده؟ ما تعرفش أنت الشقة ليه بعد كده؟ ما تعرفش ممكن تطلع راي وأسعد إنك بدأت وان سواي. أكل عيشك كله في راي. أو في هيدروليكس، أو في طرق وكباري، أو في صحاري، وات إيفر إيز. أو الحاجة اللي أنت بتحبها. لكن كمان لازم كل واحد يعرف امكانياته ايه. كلنا نعلم ان خرسانه وستيل وفاونديشن الثلاثه دول اسوا مواد فيها تركيبه. القرارات مش بس بتعتمد على انك تبذل مجهود كبير، كلكم حضرتكوا بتبذلوا فيها مجهود كبير، كمان بتعتمد على تصرفك جوه الامتحان. فانت بيجي لك كذا سيستم وبيجي لك سهم، انت لازم تختار احسن سيستم في الثلاثه اللي انت لو انت اخترت اسوء واحد هو بيقول لك ده افضل حل وده طبعا كله بيتكلم على ايكونوميك اند سيف. هو ده الفاصل بتاعك. سيف ده اول ديسكشن. احنا اللي بيحكم بيني وبينك ايه؟ مشروع الكلف كام؟ انت راجل رايح مقاول ورايح تقدم على شغلانه. اللي فني في نفس مستواك بعدين الاول بيقرر حاجتين. اللي هو فني الاول لو مجهود فني بتخش، بعد كده بيخش على الاسعار. اقل سعر هياخدها. اقل سعر هياخدها. طب المقاول هتقول لي ما بيصممش، لا ده المقاول ممكن يعمل ريديزاين بعد كده من حقه، وياخد اعتماد الاستشاري، وتلاقي المقاول داخل بسعر واطي جدا وحاطط في دماغه قبل ما يخش جاب مكتب كده محترم قال انا عايز اطلع المنشأ ده لو وفرت لي مليون جنيه هتجيب 100,000. يروح هو داخل يدوس 700,000 اقل من اللي جابه. ايه اللي هيحصل؟ هياخدها وهيكسب حاجه. طب لو دخل هياخدها ويكسب اكتر منها. كل دي شطاره. كل دي مهندس يعرف ازاي يتعامل مع الامور، يعمل اوبتمايزيشن، يعمل دي ديزاين، يعمل ما نطلق عليه فاليو انجينيرنج، ويقلل الاسعار. السيستم موجوده ويغير السيستم. ان انت تطلع مهندس مؤهل سواء اشتغلت مقاول او اشتغلت في مكتب ديزاين، الاثنين هيخليك وان سبايس. انت في الموقع مسؤول عن الديزاين. كل الناس نفسها تشتغل ديزاين. ديزاين ما بياكلش عيش على المدى الطويل. شغل المواقع بياكل عيش اكتر. وناس كتيره جدا بتسيب الشغل المدني وما على التشطيبات. ياكل بقلاوه ويقع بقى في ماسكه فيها كده اطلب اهل يكسب منهم ملايين. سيب بقى ام الليله بتاعت عمود وكاميرا وبتاع مع شطه يا باشا سيراميك ورخام هو مش هتكسب. لو انت كمان مهندس امين تنصح الناس بالافضل وتكسب المحبوب فتلاقي كمان بقى اسمك في السوق احسن كتير. واحد يرشحك واحد يرشحك. اوعى تفكر هشتغل هشتغل ربنا قسم لي هتحب. ما تجيش انت انا بحب استراكشر وعايز استراكشر. انا كل ده جاتي في المواد بتاعت الاستراكشر زي السيرفر. طب انت داخل استراكشر ايه حضرتك؟ عازم نفسك تسالي مثلا يعني في تحب تتعور نفسك كل يوم الصبح يعني في ايه؟ انت امكانياتك مش جايه معاك خرسانه، تخش استراكشر ايه؟ واسم موضوع المهندسه. واحد انا بختار اللي انا بحبه، هشتغل ايه بعد كده الله اعلم. لكن مش معنى اللي دخل راي وهيدروليك او دخل هشتغل عامه مش هيعمل فيلا وعماره. لما بننزل الموقع انت وخريج قسم عماره انتوا الاثنين موجودين في الموقع تقريبا زي بعض، هو اشطر منك في التشطيبات وانت اشطر منه في العمود والكاميرا بتاعت التسجيل. بعد سنه انتوا بتنزل بعض بالظبط وهو يبقى مديرك كمان. يبقى مديرك كمان. هو اشطر منك. هو بيدير الموقع افضل منك. هو ملتزم احسن منك. هو بيتعامل مع العمال احسن منك.
يتعامل مع المولدين احسن من الاجابه الاساسيه. ما تقوليش بقى جمال العماره انت تاخد العمود وانت تاخد البلاط. مش مشكله. مشكله مش بتخش يقسموها. انا مش بنظمك بنوزع بس مشكله خالص. بس خلاص انت خدت الشغلانه انت خدت الشغلانه. مدني وعماره في الموقع تقريبا تقريبا زي بعض. بعد كام سنه تماما زي بعض. الديزاين هو اللي ماشي كل الناس عايزه تطلع مهندس تشتغل يوم ديزاين عشان يعرف بس انك تتطور وانك تكسب اكتر مش مضمون. هتكسب بس مش مضمون. مش مضمون انك تكسب اكتر في الدوله. بس ايه عارف انت عايز ايه؟ عايز تقعد في التكييف؟ اقعد في التكييف. عايز وبعدين بعد كده الجهه الثالثه بقى اللي هي ايه؟ الباشا اللي عايز يقعد في اللي هو ايه؟ يشتغل مهندس مالي في محتاج مثلا داخل في الحكومه اللي هو بيستلم. هاي خلاص. بس سعيد جدا معاك في الحكومة سعيد. ده لو ماشي سليم. في ناس بتخش عشان تمشي مش سليم. في ناس كتيرة جدا انتهت حياة سيئة، في ناس مش كويسة وكملت، ده بتاع ربنا بقى اللي قالك، ربنا اللي حسب، أنا ماليش دعوة. أنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه؟ عايز حضرتك، أنا بس نفسي أبقى حرام، مش عارف أبقى حرام، إمكانياتي لا تبين. خلاص بقى، حتى قلت لا، مش هسأل. أنت عايز أسأل، مش عايز أسأل إيه؟ مش عارف خلاص ما عنديش امكانيات غيرها. نفسي ابقى حرام اكسب كتير نفسي بس مش عارف انت عايز ايه؟ اكسب حرام؟ انت حرام بس ممكن تحسن ممكن تروح المراه ربنا ما يكلش حرام اختار اختار وخليك راجل سواء بنت او ولد خليك راجل محمد كده بالتالي انا مش عايز اقول لك ايه قصه حسن شاهين هو افضل قصه مهندس ابن شاهين هو احسن مهندس المهندسه شاهين اجمل مهندس احنا مدني كلنا معروف ان قسم هندسه شاهين برستيجيوس وللاسف يعني كتير من عندنا في القسم بيبقى عندهم شويه كده الايجو بتاعهم عالي شويه ماشي انا عايز ايه بقى عشان كده وبعد كده اخد الاشاعات خلي الايجو عالي مش مشكله في سبيل قضيه يعني عايز ايه؟ انت اللي لازم تقرر عشان تقرر انت حابب بس الانشائيه حابب خلصانة وستيل وستراكشر وفاونديشن لا خش على بس الانشائيه عندك حاجه من الاثنين انا قادر ولا مش قادر؟ يفوت انفقاء بتسمع سبب لا يفوت انفقاء شباب هو ما كانش اسباني انا ما اعرفش فرنسي كلمه فرنسي عشان درس كان في نقطه ثانويه عامه وانا مش ناسي انت عايز طب انت قادر انا عايز بس مش قادر بس لا انا عايز اخش هندسه انشائيه ومستعد اجيب تقدير قليل مش فارق معايا التقدير انا عايز ابقى مهندس انا عايز معظم المقررات اللي هتعلمها تبقى في مواد الديزاين خرسانه وسنين وفاونديشن. انا هخش القسم بغض النظر عن التقديم. لا انا امكانياتي لا تسمح. انا هخش القسم وهصحى في الخرسانه. او هجيب دي يعني هجيب واحد يعني هتمرن مش عارف اخرج اساسا من الكليه. الجي بي اي مش هيحدد دي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يبقى بلاك انت حابب تحب براحتك لما تتخرج لما تتخرج انت حابب. خرج الاول وبعدين اقعد بقى خد دبلومه خد كورسات ومذاكر خرسانه واشتغل يا عم خرسانه في السوق. حب ما تسمعش. انما ما هواش اركب دماغي واقول انا داخل هندسه انشائيه واللي يحصل يحصل. طب مش هتخرج. يعني يبقى عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ عدو نفسك. تمام. اوكي او انا حابب ان انا اشتغل دور وكمان فحلو خش بس انا حابب قصه الري وحابب قصه الهيدروليكس والمواني والتشييد والمش عارف ايه عايز اروح اشتغل. سويس هتعتبر كيس ماشي لو ده واضح في ذهنك هتخش الاتحاد معظم الناس بيبقى دايما عندها رغبه تخش على الناس اللي شافوا انا عن نفسي كان ما كانش عندنا تقدير تراكم احنا كانت السنه كلها على بعضها تقدير واحد والتقدير بتاعنا في التخرج بيبقى على اخر سنه فانا كده ايه؟ قسم الشهادات اخد كل الناس التقديرات قابلت واحده كده ربنا يمسيها بالخير اتجوزت راحت يعني مش موجوده دلوقتي معايا. ف
يلا عايز اخش الحته بتاعته عايز اخش يلا انا بعد 4 سنين بجيب امتياز اجي سنه 5 ما اطلعش من الاوائل ما اتعينش لا خليني اخش احسن في السنه انا اخش تبعك يا ست انا عايز اطلع معايا اذا كنت انت هتقول كده كان انت ما ينفعش تقول كده انت لازم تخش على المسابقه انت راجل غالي على دفعتك انت خايف امال الناس اللي تحت تعمل ايه؟ اول قلت لها ماشي خلاص الحمد لله طلعت الثالث يعني ما قلتوش بس على نص درجه اللي جاب النص درجه صح بس المهم يعني احسن كده اوكي يعني انا فاهم اللي برضه هو الاصل خوف لما تيجي يقل لا انت هتخاف وما بينك يعني ايه؟ في حق صح؟ في عندك حق وخلينا نقول كويس ما عليك عايز اقول ايه؟ هو في الاخر كله هيطلع مهندس مدني ايه ميزه هندسه انشائيه ما لهاش اي ميزه زياده غير شويه الايجو بتاع مهندس انشائي عندها ايه؟ المقررات بتاعتها كلها التقدير فيها مش سهل. فلو حضرتك راجل بتبذل مجهود كبير ومش قادر تجيب تقدير عالي يفضل بلاش لو انت راجل في المتوسط وفي اللذيذ وفي الجميل وعايز تبقى مهندس انشائي هتخش وتقول مش لازم اجيب ايه؟ البي بلس ار بي بي ماينس حلو قوي. ده الرينج اللي انا هشتغل عليه واخرج واشتغل بعد كده انا عايز ابقى مهندس انشائي. عايز اطلع ديزاين. عايز اشتغل في مكتب هندسه انشائيه. امكانياتك تسمح؟ خش هندسه انشائيه. مجهودك يسمح؟ خش هندسه انشائيه. مش فارق معاك قوي تقدير؟ خش هندسه انشائيه. انما لا امكانياتك تسمح ولا انت قادر تبذل مجهود ولو دخلت هندسه انشائيه يا مش هتخرج يا هتتاخر 3 4 سنين ما تخش هندسه انشائيه ايه؟ هو مش عارف. بعد كده حضرتك دخلت راي وعايز تشتغل مانجمنت تروح تاخد دبلومة مانجمنت في الجامعة عندنا عايز تتنطط على الخيال روح خدها في الجامعة الأمريكية أنا معايا دبلومة مانجمنت في الجامعة الأمريكية اعمل ام بي اي اللي هي بقت موضة دلوقتي اعمل ام انا معايا ام بي اي ودبلومة هتشتغل وانت خريج مدرسة مع بعض مش هتفهم بقيت الأحسن ايه؟ زي الفل زي الفل اشتغل شغلنا لا هندسة انشائية بصفة وبيشتغل شغله انا ما اعرفش اخش على فيتنج استحاله تيجي مشروع صحي استحاله لكن بتاع صحيح ممكن يجي له فيتنج وعماره تسيب ناس تعمل كباري حسب بقى الكلام نفس الكلام يتطرق على الاشغال خلينا نكتفي ان احنا كده بنتاخر حوالي 7 8 دقايق فانا كمان خدتهم خدت عليهم 3 4 دقايق فممكن لو في اي اسئله تحت انا عارف كلام كتير قوي بس ممكن اتكلم في اي حاجه بس لازم نحترم الوقت انا مش سامعك كويس احسنت تقولي ايه؟ يعني اتكلمي على اللي هو 3 تخصصات بتوعك خلينا في التخصصات حلو ما قلنا انت اللي هتختاري في رغبه وفي قدره هتقلبي يا حبيبي كل حاجه رغبتك قدرتك انا مش عاوز انا عاوز ومش قادر يبقى مش انسى اللي انت عايزاه خدي اللي انت تقدري عليه هي إيه الدنيا دي انا بكلمك على حياتي بصفه عامه انا نفسي اعيش في قصر بس ما اعيش في نفس القصر اعيش في قصر افضل حياتي كلها ناكل نفسي ان انا عايش في شقه انا حابب ايه؟ حابب اسافر واتفسح معيش فلوس اتفسح جوه مصر اعيش في مصر اتفسح في الجنينه اللي قدامي مش جنينه قدام البيت اركب الميكروباص واروح الجنينه اللي قدامي بس هتفسح الحاجه لازم اتفسح انا بتلاقى وعايز اتفسح بس ما ينفعش ان انا اتارجت حاجه في غير متناول لازم حاجتين مهمين قوي الرغبه والقدره انت رغبتك ايه وتشوفي قدرتك ايه لازم كل واحد يبقى موضوعي مع نفسه انا بيجي لي طالب انا 15 مش عارف انا نمرتي وحشه انا مستواي احسن من كده طب انت ذاكرت قد ايه؟ ذاكرت يومين قبل لا انا اكتر 3 لا 4 4 لا جبت 15 من 20 في الطلبه
انت عظيم، انت عظيم، انت زعلان، انت تحتفل، مش كده؟ يعني ثانوية عامة نزلنا نحتفل مع بعض تلاتة، واحد جاي 68، واحد جاي 78، واحد جاي 2.5. احنا نزلنا تلاتة نحتفل، اوكي؟ سعادة الجاي 68 أكتر مننا في الكورة. أهله الاحتفال التاني، أهله شايفين 68 دي، هو الواد هيسأل لما الواد كان 68 انهيار في العلم، انهيار سعادة. لا خدوا بالكم على الناس السنة اللي كانت 78، يعني أقصد الولد اللي كان 78 ده دخل هندسة عمارة، يعني مش لا لا هو سعيد عشان هيخش هندسة. أيام الحالة المدنية هم بيحاولوا، يعني السنة دي المدنية حلت يقولها تكون يا ريت بس تبقى معقد عن مستوى ف احنا كلنا سعداء. هو المهم تبقي سعيد، المهم مش مهم جايبه كام، المهم تبقي سعيد. انت عارفه ان امكانياتي احسن لها بقى اخش ده. رغبتي بتاتي دايما احاول احققها لما ابقى قادر احققها. لكن ان انا حلفت مليون عماد ان هذاكر يوم السبت، وانا سبت ذاكرت والسبت ملوش تاريخ، وبعدين اقول لا اخش الانشغال والمصحف اذاكر، طب ما انت حلفت قبل كده 50 مره وما ذاكرتش، ايه اللي جد في حياه حضرتك عشان تذاكر؟ يجيني طالب كده يقول لي ايه؟ يقول لي اصل هقول له انت اللي مره كان الكورس في جامعه خاصه يعني جاي قال لي هتشوف حاجه ثانيه اهو، اصل انا السنه دي قعدت شهر في المستشفى في اليونان، السنه دي بقى هتترم لها حضرتك هتشوف واحد ثاني. تاني حضر أول محاضرة، تاني محاضرة اختفى. فرجع لي تاني. قلت له أنت مش قلت السنة دي غير كل سنة فاتت؟ قال لي اسمع معلش اللي حصل. قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي مش الناس فتحت مثلا أستاذ العربية وسرقت المحفظة بكل ورق؟ قعدت بقى أطلع كلمات الأولاد ويبصوا العربية ويبصوا الأسواق. ما قاليش عمرية دي بايظة. قلت له بص أنا أنصحك تيجي بعربية بكرة. أنت بتسوق عربية تعمل فيها حادثة، بيتسرق منها ورق فأنت في ترمين راحة. قلت له جمله انا مش بقولها له، هو بقولها لكل تاني، اذا مشيت في نفس الطريق هتوصل لنفس المكان. انت بتحلف مليون عماد انك هتبقى حديد يوم الخميس وبتاع، ماشي ما بتلعبش حديد يوم الخميس، طب بعد العقاب ازاي؟ لازم كمان عشان اقول ايه؟ وان شاء الله والمصحف هعمل، لا مش هعمل كده، مش عارف. لازم كل واحد اول حاجه يعرف امكانياته. عرفت امكانياتي ايه؟ قدراتي انا ايه؟ على اساسها ببتدي اصلا، وعلى اساسها ببتدي اتحرك وتطوعي مع نفسي. اما موضوعي لازم اقبل النتيجه اللي انا وصلت لها، لان داخل فيها جزء كبير جدا امكانياتي انا ايه؟ عشان اعيش حياتي كلها، اعيش حياتي كلها معقد على نفسي، دايما شايف ان انا المفروض ابقى في مكان احسن بس الدنيا كلها ظلمتني. لا يا سيدي، ده انت الدنيا رحيمه جدا. انت كان المفروض تبقى في مكان اسوء بكتير. بس ربنا بيحب امك وابوك اللي بيدعولك، فبقيت في حته هو شايف ان هو لا 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 ده انا المفروض اكون، انا المفروض ده انسان بيبقى مش سعيد يعني. انا عارف امكانياتي وبشتغل على قدها وباخد الماكسيمم اوت بوت اوف ماي سيلف، عايش سعيد. انا بذلت اقصى ما عندي وطلعت افضل ما عندي وهو الافضل ما عندي. برشلونه اترزع تاني امبارح 3-0 مع سعادتنا الباهيه، انت عايش في مدريد طبعا، لما كان برشلونه يلبس جول مدريد بتتهز، لما مدريد يجيب جول عادي يعني تسمع اه، انما لما برشلونه يجيب جول تلاقي العمارات بتتهز حضرتك، يلبس جول يعني. فطلع المدرب كومان، قال لي كومان على فكره كان لعيب عظيم جدا يعني، لا في برشلونه صفقه كتيره، جاب لهم كاس اوروبا كمان بفاول في اخر المباراه كده شاط فاول، كان لعيب محترم جدا. هاي كويس الناس حابه لها اسم كويس. فالراجل طلع في المؤتمر الصحفي بعد 3-0 بتوع بايرن ميونخ قال ايه؟ قال هو ده اللي عدلها، دي الامكانيات اللعيبه اللي عندها. اصبروا شويه، اللعيبه دي ان شاء الله بعد سنتين ثلاثه هترجع برشلونه على مصاب العقل. انا كل اللي بيكون مشوا من عندي وجبنا شويه عيال صغيره. هو ده اللي عندي. عجبكم عجبكم مش عجبكم السلام عليكم. دي امكانيات الفرقه، اتعودوا على 3-0 رزعه 3-0. هو انا في المؤتمر في اسبوعين
هو ده اللي موجود، دي القماشة اللي عندي، عايز بقى تهيأ لي بقى. ما تتوقعوش أفضل من كده. راح قال لهم أنا إحنا اتغلبنا قبل ما أنا أبقى مدرب، اتغلبنا من بايرن ميونخ الساعة 7-2، كان معايا ميسي، كان معايا مش عارف جريزمان، وكان معايا قاعد لعيبة الناس اللي كانت والأخونا اللي عمل المدرب. سؤال. طب انا من الناس دي واتخلقت 7-2 شويه عيال مستخدمين 3-0 دي، هي دي القصه الموضوعيه. انت بتشجع برشلونه معاك شويه عيال بيلعبوا، هتقبل ال 3-0 مش حاجه، هو ده الامكانيات. ما تبقاش ابدا طموحاتي افضل من الامكانيات اللي هتعيش تعيش طول حياتك لو انت بتطمح. لكن الصح ايه؟ انك تبذل اقصى ما عندك تاني، اقصى ما عندك تاني دايما هيطلعك لفوق، مش ممكن هتنزل لتحت. بس في واحد اقصى ما عنده هيمشيه مسافه قد كده، في واحد اقصى ما عنده هيمشيه قد كده. بس الاثنين دول دو يور بيست. وانت في الكليه دو يور بيست. ما تقعدش تبحث عن اعذار لنفسك. وهختم تاني في كلمتي دي. يعني ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي كلمتين او يقول لنا كلنا. لا يحب جدا تستضيفها، ما تستناش حد يعمل لك حاجه، انت اللي لازم تاكل نفسك ولا تلومن الا نفسك. لما تتحط في اي موقف انت فيه في موقف اخر لوم نفسك ما تلومش غيرك. احنا ماشيين طول النهار بس السكه زعلت، بس منى اتخانقت مع احنا، بس بابا زعق لي، بس الدكتور ده دمه تقيل قوي، بس الدكتور ده بيقول كلام كتير قوي، ده الشتات صعبه وكتير، اللي هو طول النهار بيدور على سبب عشان يبقى هو وحش. سهل قوي انك تبقى وحش، مش محتاج اسباب. الاصعب انك تبقى كويس، اصعب انك تبقى شايف، اصعب انك تاكل عيشك في حلقه جديده، هو ده الاصعب. الناس اللي بتكافح وتوصل هي دي الناس اللي بتبقى سعيده. لا الناس اللي بتنزل عليها السادات كنت بتسافر وحطيتها ما بيبصوا على الموضوع، ده بيفككوا الفلوس ومش سعيد. اللي بيتعب هو اللي بيبقى سعيد، الحرام هتلاقيه عايش حياته يجيب فلوس كتير قوي بطريقه غلط وتلاقيه بيصرفها دايما غلط. دايما بيصرفها على المخدرات وعلى الستات وعلى 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 حياته مأساويه. لما تيجي يعملوا افلام عن واحد زي مانولو في كبار او بيعمل شو حاجه خاصه مأساه مأساه. انما هو بره ايه؟ دي حياه جوه عنده جيش، انما جوه حياته ايه؟ مثل حياه بائسه حياه بائسه. ايه القصه قدامك؟ كل ما حضرتك بتتعب كل ما انت بتستمتع اكتر بحياتك، بتستمتع اكتر بالفلوس اللي بتكسبها. دو يور بيست في الكليه، دو يور بيست في حياتك الخاصه، دو يور بيست وانت بتتفسح، استمتع بالفسحه خاصه استمتاع. ما انت صرفت فلوس وسافرت، هسافر وانام، واسهر بالليل في قهوه واشرب شيشه لما يسود، عملت ايه؟ طب مسافر ليه 500 كيلو يا باشا؟ عشان تشرب شيشه في الساحل؟ لما تشربها في القهوه اللي جنب بيتك ويخلص. ولا عشان اقعد وسط البنات واقعد ابص اقول في فلوس البنت حلوه بنت بص ولاد مش عارف فلوس خلاص يعني فاهمين يعني مش حلو حلو اتفسح. انا رايح بحر يبقى عايز استمتع بالبحر. انا بلعب رياضه يبقى لازم العب رياضه بانتظار عشان ده مهم جدا لجسمي. لما يبقى عمرك 60 سنه زي هتحمد ربنا انك لعبت رياضه شباب، لان جسمك مش هيطوح طول النهار. فاللي انت بتحوش وانت صغير اكيد تاكل اكل صحي، تنام بالليل. مصر كلها قلبت نومك، مصر كلها سهرانه كل الليل وبتنام الصبح. يجي الطالب في المحاضره يجيب 8 الصبح 10 الساعه 2 يقول لك انا تعبان من الصبح شكايه. يعني وانت كنت الساعه 8 فاتت انت نايم من 8 ل 2 يروح البيت يتقلب على السرير ساعتين وبعدين يصحى فايق. فاق امتى؟ بالليل عشان يعمل شات ويقول رايه في كوالا لامبور، وان اللامبور بقى ب 3 جنيه، وده ما ينفعش. كاني مش عايش في مصر والله. نتكلم في مشاكل بره اكتر ما نتكلم في مشاكل جوه. واليوتيوبر والانفلونسرز يصحى كل يوم الصبح يشوف العيال يقول لي جون صحي؟ لا جون صحي الحمد لله. في جون هيعمل ايه النهارده؟ هيكسر موبايل ايفون وتحت الميه. لا ده تشالنج فظيع. لا لا مصر دي قاعده مستنيه مش عارف انفلونسر هيلاكن مش عارف انفلونسر ايه. والعيال سهرانه طول الليل مش عايزين يناموا. وبيتفقوا هنقعد فين؟ كل الشباب التين ايجرز مصر كلها قايمه عشان جون هيلاعب في الماتش. يعني مأمون مأمون واحده موجودين في الشارع بيخلص، يعني مش لازم اروح اعمل واحد سوبر.
نقفل على الهواء. اكل سوقت غلط، اكل ونقفل على الغلط، الاثنين ماشيين. طب الصحة بتاعتي لسه ازاي؟ الشاب اللي عنده 19 سنة ده المفروض ما يفتحش الباب لحد تاني زي ما احنا في مصر. لو بيفتح الباب كده مش كده. زوز مش معقول يا شباب عنده 19 سنة بلاش الكلام. ايه يا باشا؟ زق يا باشا؟ طب عشق تاني وهزوجها يعني هعمل ايه؟ ده الناس ما تقدرش. الناس ما تقدرش. في السن ده تمشي كده يعني. بقت صدرك كده وعرفت تقدم عليك اكل. العب رياضه اكتر حاجه ممكنه، مزاجي اكتر حاجه ممكنه، اكل واشرب واتفسح واعيش خدمه الحاجات دي اللي ايام اللي مش هتتعود على كده. مش هتتعود لان كل ده هيبقى عليك مسؤوليات اكتر، هتشتغل اكتر، مفيش الروتين البارد ده. هتجيب عيال انسى بقى كل حاجه في الدنيا. مش كده؟ العيال هتتجوز وتتخرج هتلاقي نفسك هتجوز. مش عارف تعمل حاجه وبعدين. اشتغلت سؤال تاني. قال انا حضرتك والله لو قلت على كل اللي انت عايز تقوله بس يمكن تكون مسافر شويه. اتفضل. عندي صوتك عشان انا سامع البدايه. اللي يخش اشغال ممكن تشتغل شقه. انت جيت من عقبه صح؟ بتاع 10 مرات اقرا في النقابه حضرتك وانس مان. لو عايز تشغل رقاصه هتشغل رقاصه. بس ما انت عادي جدا. محدش هيقول لك لا. طب انا دلوقتي شغال عامه صعبه جدا تقديم، ما اخش شغال عامه صعبه ولا شغال؟ لا طب ما يبقى انت جيت متاخر قوي، ما انت 40 ساعه ونص كام ده انت حر. انت في قدره وفي ايه؟ رغبه مش كده؟ لو قدرتك ورغبتك اتفقوا على انشاءات خش انشاءات. رغبتك انشاءات وقدرتك لا هقول لك لا. هقول لك لا. رغبتك تخش اشغال عامه وقدرتك ماشي مع اشغال عامه، خش اشغال عامه طبعا. هتشتغل ايه بعد كده؟ والله ما انا دايما كنت اقول للطلبه دايما الكلمه دي بقولها ناس كتير على فكره، انا لو جاي داية ب 60,000 جنيه هشتغل داية، عارف الداية؟ انا لو جاي شغلانه هسخن ميه واغلي واولد ستات ايه المشكله عشان 60,000؟ انا هنا باخد كام؟ مش هقول عشان بس وصف حكومه في الاخر باشا اه بس الدنيا صعبه يا اوكي. لو جالي ده 60,000 هشتغل تاني طبعا طبعا هشتغل تاني. اقول لهم لا انا مش عايز تاني هشتغل تاني. يا حرام ولا حلال؟ حلال باذن الله هشتغل تاني. القصه كلها القصه كلها انت حتى لما تقرر دماغك لما تشتغل تنزل السوق تلاقي تقييمك للامور مختلف لما هتتجوز تقييم رايك لان هتخالف وهكذا. فكل فتره هتلاقي نفسك بتعيد اختياراتك بتعتمد على ظروفك. اذا دماغك مش مثقفه ومش معده بالقدر الكافي هتشتغل غلط وتقعد تندم حظك دايما. لا مش حظك هو اختيار حضرتك. يبقى عندك اختيارات قدرتك على الاختيار فانشر في ثقافتك فانشر في خلفيتك فانشر في اعدادك لنفسك من وانت صغير. انا عايز انزل اجري ماراثون 42 كيلو، يبقى انا راجل قاعد على الكاميرا 24 سنه وانزل اجري ماراثون هموت. هقفل على 10 كيلو واموت حتى لو عندي رغبه. انا اعرف ناس كتيره جدا اه بينزل يجري 10 كيلو 15 كيلو ده العادي بتاعه، يقول لك انا هخش الماراثون 42 كيلو. خش يا باشا هنشجعك كلنا. يقوم يتمرن ويجري 42 كيلو. انت بتعد نفسك ازاي هتقدر تجري المسافه دي؟ اللي انت مش هتكسبه النهارده مش هتجري بعدين. لكن العجله ما بترجعش لورا، عجله الزمن دايما بتطلع لورا. لو انت سبت الفطار واتخانقت مع مامتك قلت لها والله ما انا فاضي راحت بعد ساعتين هتلاقيها بتفطر تقول لك ايه؟ الغدا بعد ساعتين راحت. فانت وانت في الكليه ما اجتهدتش وذاكرت وتعلمت لما تتخرج مش هتلاقي وقت ترجع تذاكر اللي انت خدته في الكليه. الراجل اللي نايم يقول هتفرج على محاضره فيديو بالليل هو نايم ومحتاج ثلاث ساعات بالليل عشان يتفرج على المحاضره مش هيلاقيهم برضه. فلا هو بيشوفها في وقتها ولا بيشوفها مذكره.
هي دي القصه كلها. Do your best. هات اقصى ما عندك وقول الحمد لله واعرف ان في امر. بس دايما انت بتدي اقصى ما عندك، تلعب كوتشينه موت نفسك عشان تكسب. اي لعب حتى البصر. وانا بلعب بصر على بصر. نزل كام اربعه ونزل كام ثلاثه ونزل، طب احنا بنلعب على خمس لعب. بس انا عايز اكسب في البصر. طب لو كسبت في البصر مين عايز تعبت ولا ما تعبتش؟ تعبت. انا تعبت في المذاكره جدا وما جبتش التقدير اللي انا عايزه وما قدرتش ده. هو اجتهادي ده كان في حاجه غلط ولا هو ده مستواي ده السقف بتاعي؟ لا ده السقف بتاعي خلاص يبقى انا كده الحمد لله ربنا اداني ده وانا راضي بيه. بس السنه الجايه حبس المجهود اكتر يمكن اكيد احسن. وهكذا وهكذا. كل حاجه في حياتك لو اتعاملت معاها كده الراجل اللي بيروح الجيم كل يوم بيروح الجيم عايز يزود عدد التمرينات، عايز يقلل التايم، عايز يزود الاحمال. ودايما لما بقيت اقول كده داخل المحاضره ساعدت نفسه كده اوكي؟ طبعا هو بيبقى عامل كده عشان عنده مقابض وترابيز. الاقي واحد عامل كده داخل لي كده يا ابني لا حتى ده نزل التاني مش عارف نزل ايه؟ دي قصه ثانيه كده دي مش ما عندكش انت اللي خدت ايدك تعمل كده. ما ينفعش يعمل ايدك كده، وعاملين كده غصب عنك. اقول له لو انت بذلت ربع المجهود اللي انت بتبذله في الجيم في الكليه هتبقى طالب ايه؟ هتبقى طالب من الاول. اللي هو كل يوم بيعملها ساعتين ومش قادر ويطلع من الجيم مش عارف يشيل كوبايه ميه شوف العزيمه قد ايه؟ بيقتل نفسه جوه الجيم. وبعدين تيجي تقول له ذاكر استراكشر يقول لك بكره بقى. صح؟ طب حل مسألتين كفايه واحده. يا ابني انت في التمرين عملت 100 عدد. وانت بقى بتتعامل 50. لا هو قاتل نفسه في الجيم ليه؟ لان دماغه عايز ان جسمه يبقى حلو، هو عاوز كده، ماشي يا عم انا بالنسبه لي جسمي مش حلو. بالنسبه لي الجيم بيتلعب جنب اي رياضه. اي رياضه لازم يبقى فيها شق ذهني. لو مفيش شق ذهني في الرياضه بلاش تبقى. بلاش لان مفيش شق ذهني. الجيم ده هو اساسا معمول علشان انا راجل بلعب جودو محتاج عضلات معينه بتقوى فبخش الجيم اقوي العضلات. او واحد عنده اصابه مش قادر يعمل كل التمرين فبيدخله الجيم يعمل. او دوله الجو فيها ساقعه جدا وثلج وبكره معقوله بلاقي ناس ماشيه على المشايه طول النهار يا حبيبي انزل اجري في الشارع. الكلام ده الناس اللي عندهم ثلج عملوا لهم مشايه. عملوا لهم مشايه. احنا لا بنعمل مشايه دي عايز تعمل ساونا ماشي طيب الساونا دي معموله عشان الناس الاسكندنافيين لما بيقعدوا دول الاسكندنافيه بيقعد سبع ثمان اشهر ثلج وضلمه ممكن يجي تتجنن لما تروح تعيش هناك ثمان اشهر الشمس ما بتطلعش تتجنن طب الراجل هيعمل ايه؟ هيموت هيجيب تصلب شرعي يبقى لازم يعملوا له ساونا ما بيعرفش ضلمه وثلج يعرف انت يبقى مفيش انقباض وانبساط للشرايين والاوردة. يجيب انبساط للشرايين يبقى لازم يعمل ساعه يخش يعمل جامد قوي ويطش في ميه ساعه ويا ريت ينخفض وينبسط وينخفض. احنا عندنا ده جونا زي الفل انا بقعد طول النهار وبنشف طول النهار طول النهار غصب عن صيف وشتاء بتاعنا يعني. عشان عندنا شمس صيف وشتاء نعمل الساونا دي رفاهيه انما الساونا في الدول الاسكندنافية سماسك تبقى موجودة في البيوت انا بشوفها في الافلام يعني ما راحش حاجة ولا اسكندنافية. دول اسكندنافية دي جنب الدول اللي مش اسكندنافية. فاهم؟ دول اسكندنافية دي واحدة. شكرا. في جامع السلطان حسن كده. كم واحد على جامع السلطان حسن؟ اثنين. تمام؟ كم واحد داخل جامع السلطان؟ اثنين، كم واحد عرفت ايش كان ده دخل تاريخه ايه؟ عارف جامع الرفاعي فين؟ وش؟ وش؟ لما تبص عليه من الحي، الناس بتروح الحي على تبص وما تعرفش اسامي الجوامع. ده خلاص؟ وانا فاكرين؟ انا ما قلتهم انا ما قلتهم لك خلاص لازم تبقى هم ماتوا خلاص. لا خلاص هم ماتوا. مش هينفع اسئله تاني؟
اي وقت، والمفروض الدراسه هتبقى فيزيكال يا رب ان شاء الله، بس ننتقل ونقدر نتكلم اكتر. اتمنى ان انا ما اكونش اثقلت عليكم، اتمنى ان انا اكون افدتكم ولو حاجه بسيطه. شكرا جزيلا.